التسجيل ده عنوانه نابليون والمطور. في حواراتي مع احد الاعزاء الكرام يعني العلماء ايضا كنا بنتكلم عن سبب التخلف في المنطقه العربيه، وطبعا غالبا ما يبدا النقاش في النهضه العربيه من مرحله دخول نابليون بونابرت والحمله الفرنسيه الى مصر. فصديقي العزيز المهتم جدا قال بص يعني الازهر قاوم نابليون والمصريون قاوموا نابليون، ولكن اللي فرق بس في المعركه ان نابليون كان معه المدفع وان الاوروبيين قد اخترعوا المطور. فاذا الراجل صاحبنا لخص ازمتنا الحضاريه مع الامم الاخرى ان الجماعه الاوروبيين اخترعوا المطور. فوافقته على هذه الفكره، ولكن عندما نبحث في الاسباب العميقه والثقافيه لماذا اخترع الغربيون المطور قبل كثير من الامم، قبل اليابانيين وقبل الصينيين، تم تخليق وصناعه المطور في اوروبا. صناعه المطور هي المشهد الاخير في الفيلم. الحداثه والتقدم والحريات نتج عنها ان البحث العلمي اصبح يخضع للقواعد العلميه والمنهج العلمي، نتج عنها اختراع المطور. فالمطور هو محصله حضاريه لنشاط من الحضاره. لكن ما تقول لي اذا المطور هو سبب الهزيمه، طب يا سيدي احنا امتلكنا المطور وامتلكنا الصاروخ وما زلنا الى الان مجتمعات مسحوقه ومهزومه لاننا لا نملك الفكر الثقافي والمنهج العميق الذي ينتج الاف الاختراعات. فتبسيط العلاقه بين الغرب واحنا ان الفجوه فقط بيننا وبينهم هي فجوة تقنية، أعتقد مش صحيح. الفجوة ثقافية، نحتاج إلى تجديد ثقافي يشمل كل المرتكزات والتراث ويشمل أيضا الرؤية للمستقبل، لأن الهزيمة الثقافية تسبق غالبا الهزيمة العسكرية. فمن الخطأ تلخيص الهزيمة مع المعسكر الغربي أننا فقط لا نمتلك التقنية ولا نمتلك القدرة العسكرية. قد تمتلك القدرة العسكرية، ولكن المجتمع إذا كان ضعيف غير ديمقراطي فيه فساد سنهزم أيضا في كل معاركنا. فأعتقد المعركة ما بين الحداثة والمجتمعات التي تحتاج إلى تطوير هو أن تمر بمحطة الثورة الثقافية العميقة. ليس صحيحا أننا غلبنا فقط لأننا لا نمتلك المطور أو ليس عندنا البارود كما حصل في المعركة وفي الحملة الفرنسية. التغيير الثقافي أولاً.